الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. الدرس العاشر من كتاب الكواكب الدرية، شرح متممة الأجرومية للشيخ محمد بن أحمد بن عبد الباري الأهدل رحمه الله تعالى. فاصل: جميع ما تقدم من المعربات قسمان. عشر كتبنا كتاب كي الكواكب الدرية شرح متممة الأجرومية، واللي في الشيخ محمد بن أحمد بن عبد الباري الأهدل رحمه الله تعالى. وحنا رب العالمين يا فاصل: جميع ما تقدم من المعربات قسمان. فصل كوا اجرومي وكودي هجرا المعربات قسمان ودي هجرا المعربات كو لا اعراب قسمان لا قيب ودوي مركه لو مساله با هلكا وا لا هلا مساله هره وها وي علماء دي هره اي وها ليفي جيرتي اي علماء دمبه وها ليفته عادة المتقدمين وحيدها عن علماء ظهر عددو دي الأقنق وضوحوها بذكر شيء تفصيلا مركو رشي كو شيء سوف فاصل ثم إجمالا كدمنا سوى ضوضوبا شيخ أجرومي كواكب كو حيكس عن عادة المتقدمين باو معرفة علامات العرب صلى الله عليه وسلم رفعية وحي لها نصبية وحي لها خفضية وحيلة جزمية وحيلة كي أكوان بهذا الشيء جاية. وعادة المتأخرين علماء الدنب عادتنا وحاوي بذكر الشيء إجمالا أولا مركو ورا شيء وحيكون شيء سوى كوان ثم تفصيلا عدوا وحي إذا عدو كسعودان وركة وركي أكوان وأركت موجز الأخبار بنا عرفت موجز الأخبار وركي أكوان نور قضب نقدك كدب كليه وركيو فافاس مد وتافير هذا هوسنا وكوده. فصل في بيان حاصل الفصل المتقدم. فصل كي صهر من حاصل كي سعدينتيس على عادة المتقدمين بعلو الصعدة وبذكر شيء شيء إلا شيء تفصيلا نسوا فافاسا ثم انت كدب إجمالا نسوا ضوضوا اعتناء يظل الدنينا بشان ما شيء الرنكي يشتمل عليه وكل من هذا الفصل لأنه أساس العربي هلك أوستكحري. فصل كباب معرفة علامات الإعراب حيوية قلنا أهم أبواب النحو أما أساس العربية نحو ذا باب كأساس كواوي أساس العربية نحن أساس العربية أما أهم أبواب النحو وباب معرفة علامات الإعراب حلقة الله. فصل هذا كان وحو فصل ويه جميع ما شيء لما أنت تقدم صور مالي من المعربات معربات كحقو ذا قسمان لبا قيب وضوي قسم قيب يعرب وحال إعراب بالحركات حركوين وقسم قيب يعرب وحال إعراب بالحروف حروف فالذي كي يعرب لإعراب بالحركات حركوين أربعة أنواع النعيال وأفروي واي الاسم اسمي المفرد مفرد كها ووحيات صور نفتو سكوبا لو عبراي. فاصل هذا كان فاصل وحوك رب حنايا فاصل هذا كان معقود وحلو قنتي جميع ما شيء لما أنت تقدم صور مالي من المعربات معربات كحق من المعربات حال وكمية قسمان لما قيب وضوي قسم قيب يعرب ولا إعراب بالحركات حركوي وقسم قيب يعرب ولا إعراب بالحروف حروف فالذي كي يعرب ولا إعراب بالحركات حركوي أربعة أنواع النعيال وأفروي الاسم اسمي وهي المفرد المفرد كا وجمع التكسير جمع تجمع عادي وجمع المؤنث الذي كجمع عيسوي جمع يا صارم النبض قال تكسير كنبض قال جمنت والفعل فعلك وهي المضارع والمضارعة والفعل فعلك وهي فعلك المضارع والمضارعة الذي فعل كان مضارع لم يتصل صلاح لسان بآخر آخر جيس شيء وح ومما يوجب بناءه وحمى ابن كدغ او ينقل اعرابه ام اعرابك سرر مما يوجب بناءه ونون التوكيد ونون النصف او ينقل اعرابه هنا وافعال الخمس
وكلها كل المذكورات عفرت لما أنت الله صار شيء اسم مفرد جمع تكسير جمع المعنى السالم فعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء أو حركة الله يعراب ترفع والقودي عفرت وضوء بضمة ضمة الوقودي وحلق السورية بن مجل استثنى مالها وجاء زيد ورجال ومسلمات يضرب جاء زيد اسم مفرد ورجال جمع تكسير ومسلمات جمع المؤنث السالم يضرب فعل كي مضارع وحواء صلاح السن وكلها كل المذكورات مذكورات كان لما انت عفرت لما انت ترفع وحال وقدي بالضمة ضمة الوقدي وحلق السورية من أمالها عفرت وضب وحوال الضم وتنصب وحال وقرني بالفضحة فضحة وحلق السورية جمع المؤنث السالم لأنه ينصب بالكسر إساق وحال وقرني كسر لكن كهندات لنسبه كسر وتخفض حاله وحصري بالكسرة كسر وتخفض هذه ليهرتا وتخفض باو الخفض وحوخ سيا أسماء بس هذه فعل مضارع هو بحي هذا نوع حاله سيري بأسماء دي اسم لا ينصرف فإنه يخفض بالفتح وتجزم حاله جزم بسكون سكون وتجزم بهدي ليل اسمي والله وابحي فعل مضارع بصوحن وحادنا ولي بنصيب بحي معتل لآخرك باب المعربات مركب مركب لقاها الله يدور مسألة وين عطايس مسألة كوبا وحا الله يعرابه والله وشي هورت مركب كوبا والاسم السالم من شبه الحرف والفعل المضارع الخالي من النونين معربات كالبوشي مركب كوبا وحا الله يعرابه والله وشي مركب كوبا بلو كوبا بلو كوبا وحا الله يعرابه واسم كنبات قال حرف انه شبه الاسم السالم من شبه الحرف اسم كنبات قال حرف انه شبه يا فعل كمضارع خالك لبض النون نون التوكيد نون النسو لبض اول وحل اعراب الاسم السالم من شبه الحرف الاسم السالم من شبه الحرف اسم كنبات قال حرف انه شبه والفعل المضارع الخالي من النونين يا فعل كمضارع خالي كالله النون نون التوكيد يا نون النسو مسألة الكواد مسألة اللواد اسم يا كان نبات قال حرفين وشبه معرب كاللح باك إيمانيس اللح أسماء المعربة أمرك هو اللح اسم مفرد جمع التكسير جمع المؤنث السالم جمع مذكر السالم أسماء الخمسة مثنى اللح داسو اسم هذا طن الوجه اللي عرفوا اللي حذوا اسم مفرد جمع تكسير جمع المؤنث السالم جمع مذكر السالم أسماء الخمسة هي مثنى لحماس فعل كمضارع معرب كان الله وول الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء صدى يضرب يقوم يجلس أما مركع ضمده هم وقته أما هل وقدره الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء يحاوي إيه الأفعال الخمسة أفعال الشنطين أمثلة الخمس يفعلان تفعلان يفعلون تفعلون تفعلين طيب فعل كي مضارعنا الله باكت أسماء دين اللح لحي الله باكت قدر ما يقين نقضي سيديد وحالا يراه لن نحو ذو السيديد بتسأل الله معي وحا الله إعراب وسديدة سديدة الله بأقيب هذا وحركة الله إعراب وحروف الله إعراب أفر حركة الله إعراب آيو وحول الضم اسم مفرد جمع تكسير جمع معنى سالم فعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء أفرنا حروف بالله إعراب آيو وحاوي مثنى جمع ذكر السالم أسماء الخمس أفعال الخمس انت هوي مركب معربات مركب ورأيني لبيهين هذا شو الاسم السالم من شبه الحرف يا الفعل المضارع الخالي من النونين اسم يو اللح كتمت فعل كمضارع اللبا كتمت وهي حركة لا إعراب أفر وحروف لا إعراب أفر سديدة ومعربات كذا وحير مارك فيره وكلها كل مذكورات كل الله سوى شيء لما أنتو أفرتن
حركة الإعراب ترفع وحلو قضى بالضمة الضمة حبيل لك مسوري باي وتخفض وكلها كل المذكورات مذكورات كعدمان ترفع وحلو قضى بالضمة الضمة وحنا لك مسوري باي وتصب وحلو قرية بالفضحة فضحة وتخفض وحلو واصرية بالكسرة كسرة وتجزم وحلو جزمية بالسكون رب وخرج وحابه عن ذلك مذكور كحقيس ثلاثة أشياء شيئا وصدحة الاسم وابحي الذي اسمي ياسو الله ينصرف أنك قدومي حقيقة بحاد اسم الله ينصرف وتخفض بالكسر كبحينا فانتو وتخفض بالكسر وخرج وحابه عن ذلك مذكور كحقيس ثلاثة أشياء شيئا وصدحة الاسم اسمي وابحي الذي اسمي ياسو الله ينصرف أنك قدومي ما لا ينصرف ك باب نبوكو كيردونا تويني وصرق بوساق بريمون الذي لا يقبل التوين ولا الجر بالكسرة لعلال انتسع وخرج وحابه عن ذلك مذكور كحقيس وايه ثلاثة عشي عشي على صدح الاسم وابحي الذي اسمي أصول الله ينصرف عنك قدومي مفردا كان أهايا مفرد كإبراهيم وكلي أحمد أو جمع تكسير أهايا سيدا مساجد إيا مصابيحة فإنه اسم الله يصرف يخفض حلو واصليا بالفضحة فضح حلو واصليا مرتبي أحمد مرتبي مساجد بعده ما لم يضاف هذا لا إضافة أو تدخل عليه أين قرن أل هذا لا إضافة أما أل أين قرن لبضع سعدين له أما ولا إضافة أما أل بأل قرن لبضع ما لا يصرف لماذا يكبحيا وعلي جري النظم الأجرم عمري دو فإن يضاف وياتي بعد الصريف فإن يضاف هذه لا إضافة اسم ما لا ينصرف أو ياتي إمادة بعد الكد صريف أي جر بالكسرة كسرة الوجري فإن يضاف وياتي بعد الصريف وأنتم عاكفون في المساجد وفي المساجد واش في أحسن تقويم النوع إضافة دي. ما لم يضاف هذا لا إضافة اسم ما لا ينصرف أو تدخل عليه أين قرن أل وجمع المؤنث باب حي وخرج ذي وخرج ذي باص وتصدح ذي وجمع المؤنث الذي جمع سباب جميع السالم انما ذكر فانه جمع من سالم ينسب حاله نسب الله وقر بالكسره وصل رايت الهندات رايت المسلمات خلق الله السماوات لكن كهندات للنسب انكسر لكن كهندات مثل هندات يوحي لم انكسر وهوس دغمي للنسب مركي لا نسبنا مركي لا نسبنا هوس ديغاس ايا كوردو يوم سب والو نسب بالكسره رايت الهندات وجمع المؤنث الذي جمع سعى سالم النبات قال في انه جمع سالم يوم سب حلو نسب بالكسره هوس وكان رايت الهندات خلق الله السماوات والفعل فعل كين واضح وجمعنا سالم حلو كرية كسر لو كرية حسر قاسا كرية والفعل فعل كينا واضح وكيسا دعا المضارع المضارع المعتل الآخر آخر كي سجر هنا فإنه فعل كمضارع معتل الآخر ك يجزم ولا جزمين بحذف آخر آخر كي سئل قويه حرف عليه هو أرب كي واو يادي لم يخشى لم يدعو لم يرمي لم يخشى لم يدعو لم يرمي وتقدمت ويصور ما تمثيل ذلك مثال الذي فلا حاجة تفاصيل أحد أي فلا حاجة الله بهر إلى عيادتها إلا سعليا لأن العرب تحب الإجازة عرب تورك قوام بيجع شيء مهمة دي. مهمة دينا تصنع وبلاغة مواضيع ذو حاكمة وحلى الإجازة الإجازة في موضعي بينا والإضناب في موضعي الإيجاز ورك كوب في موضعي بوسك كوبيد مركي لجول الإيجاز في موضعي والإطناب بالطاء بالطاء والنون والألف والباء والإطناب فافاي ورك ديره في موضعي ما التفصيل هدي لجول ورك ديره إطناب بيدها إطناب أبي إسهاب وصين إسهاب إطناب ورك مركي لفافاي تفصيل مرك إيجاز لأن العرب تحب الإيجاز عرب واحد عشر ورك كوبن معنى نتوصي فإذا نلقاها خير الكلام ما قل ودل والفعل فعل كين واضح المضارع المضارع المعتل الآخر آخر كي سجرنا
فإنه فعل كمضارع مبتلى آخر يجزم وإلا جزمين بحذف آخر آخر كسين لحذف وتقدم ويصور مرتين مثل ذلك مثال لديس والذي كي يعرب الإعراب بالحروف عرب أربعة أنواع عيال أفروي وهي أفرت على المثنى مثنه وما حمل عليه وحل وحنبار ملحقات كيسي أشروط مثنى لقوي وجمع المذكر مذكر كجمع سوى السالم النبات قال وما حمل وحل وحنبار عليه جمع مذكر سالم ملحقات كيسوى الأفر لغسو كوبي والأسماء وأسماء دي وهي الستة اللحظة أسماء ستة أسماء الخمسة وهي سيدة الراجحة والأمثلة أمثلة دي وي آه والأمثلة مثال الذي وي الخمسة عشان تاي فير حد مثنها ملحقات كيسة الكلام أنت صفة فاهم بوقع الدونة والذي كي يعرب لا إعراب بالحروف حروف أربعة أنواع إنه عيال أفروي وهي أفرت عنه على المثنى وما حمل عليه وحل وحنبار وجمع المذكر لبك جميع سوية أصارم وإن ما تقل وما حمل عليه وحل وحنبار والأسماء وأسماء ذي وهي الستة اللحظة هي والأمثلة مثال الذي الخمسة يشانتا أمثلة الخمسة ماذا عسى لجعله أفعال خمسين أفعال خمسين لكن مشهور كوين كعام به نظم الأجرم وكيد يجرم بيفعلان تفعلان أنتما ويفعلون تفعلون معهما وتفعلين ترحمين حالي واشتهرت بالخمسة الأفعال واشتهرت وحيكون شهور ذي يجرم بالخمسة الأفعال أفعال الخمس بيفعلان تفعلان أنتما ويفعلون تفعلون معهما وتفعلين ترحمين حالي واشتهرت بالخمسة الأفعال بريور الشيخ وقاد فكاسو الله قد وقاد بيت بمركو ميري الله قد ميرنا والذي كي يعرب الإعراب والذي كي يعرب الإعراب بالحروف حروف الإعراب هي أربعة أنواع إنه عيال أفروي وهي أفرت المثنوي يوم حمل عليه وحل وحبار وجمع المذكر لا وجمع المذكر لبك جمع سوية الصالم النبات قال تكسير كالنبات قال وما حمل عليه ويحلق وحنبار وشروط دي لقوة والأسماء وأسماء دي وهي الستة اللحظة إيه والأمثلة مثال الذي الخمسة الشنطة أفعال خمسين فأما المثنى مثنيه ميا فيرفع والقذي بالألف ألف والقذي فأما المثنى مثنيه ميا فيرفع والقذي مثنيه بالألف جاء زيدان دهد وينصب حلو كردي ويجر له هصي باليائية وحاوي بالياء إذا تنازع بينها باو تنازع وهو ما عندنا أن يتقدم عاملان ويتأخر معمول واحد قال آتوني أفرغ عليه قطرة آتوني أفرغ لوافع الباهور مري قطرا هل معمول بيان هل معمول بيان وينصب ويجر لوافع الباهور لبعا بالياء يا ذا سيكدو ذا سيدي يلي مركب مربع ميد بعد سنة وينصبوا حلو الناس من بلياء ويجروا حلو غصري بلياء أن يتقدم عاملان ويتأخر معمول واحد فأما المثنى مثنيه فيرفع حلو قد بالألف ألف ألو قد جاء زيدان له وينصبوا حلو قري بلياء رأيت زيدين ويجروا حال واصلي بالياء يا نوا الواصلي ما هذه حال كان مركب فيه يا ذي المفتوح لا كردي ما قبلها وح كهريان المكسور الواصلي ما بعدها وح كدم به يا ذا كردي وينو كهري كردي واصلي أنا كدم به رأيت زيدين مررت بزيدين ربنا واجعلنا مسلمين سيدنا عبد الكر سالم وانا اذكر صور مسلمين مسلمين خالدين خالدين غير أحد مؤمنين 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 ومؤمنين بدل مؤمنين لا مؤمنون وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين ومثنيه سكجر هذا ربنا واجعلنا مسلمين نبي إبراهيم يقول كيس نبي إسماعيل فأما المثنى مثنيه فيرفع والقذي بالألف بالقذي جاء زيدان وينصب حلو كري ويجر لغو هصري بالياء ياء بالغو كري لغو هصري يا ذي المفتوح لو كري ما قبله وحكوري كريها كوري المكسور لو ما بعده وحكدم رأيت زيدين مرت بزيدين
وألحق وحال لها ليشي به بالمثنى بعد عن المثنيه اثنان ما لها ليشي اثنان محال لها ليشي لا واحد له من لفظ مفرد وصراحين اثن لما هي اثن لما هي اثن اثنان ما لها ليشي واثنتان ما لها ليشي واثنتان ما لها ليشي ماركا شنبي إلى شنبي جارسيا مطلقا كلا قاس الآن مطلقا تاوحاوي أضيف إلى ظاهر أم إلى مضمر أم لم يضاف أما ظاهر الله إضافي أو مضمر أما يلا إضافين إثنان لبوي واثنتان لبوي وثنتان وكلاي وكلتا وي بشرط ما كون كعين بشرط إضافة ما إن الله إضافي كلاي كلتا إلى الضمير وكلاهما ليرا أما كلتا الجنتين كلا الرجلين ما اسم ظاهر هذه الله إضافي أول كلا نقرس ملحق من نقرأ يعني معرب بحركة مقدرة نقرأ فيراد ملحق بالمثنى علماء قار أفر بيكسوه كوبين قار رشان قار رواكبالي فيراد ورطو واحد ملحق بالمثنى الأوليه ووح صورة المثنى هوت على صورة المثنى على صورة المثنى معنيه مثنى هي صورة المثنى لكن شروط المثنى ما هي أما شروط المثنى قار كم ذو سهل اثنان اللبو دوارة اللبو ومثنى لماذا لكن لا واحد له من لفظه مفرد انت إن المثنى شروط سوى حكم أن يكون له مفرد إنه له زيداني زيد بكورس زيداني زيد بيتاني بيت قلماني قلم كتاباني كتاب بركة مفرد كيبه لقوا إكاس مركة قار وحيدة ملحق بالمثنى وأفر وإثنان إثنتان كلا كلتا كلا كلتا وحشر إن ضمير الله إضافة أفر سوما قار وحيدة إثنان وشان إثنان إثنتان ماشا إثنتان مدى همزة كجو همزة ثنتان مركة وحيدة نقول إثنان إثنتان ثنتان مدى همزة رحين كلا يكلتا ما غير نقول مركز شان صوما شرح معان بهل كجر عيار فيرنا وعليه وحا وكبدين وحا لغدر حواليك يحراني كذا ويذيك سدو يلبيك وسعديك ودواليك فير هذا ماشا شرح معان باجرة وولحق به بالمثنى ماشا فير هذا ما لحيا وولحق وحالا شبي وولحق وحالا شبي بالمثنى أي حمل عليه اللغة حنباري في إعرابي إعراب كيسا بالألف الله إعراب الرفع عن قتك وبالياء ناصبان كرنك يوجر ألفاظنا ألفاظ كثيرة ذكر المصنف واشي منها ألفاظ خمسة شان بوكا شيء سمار ثنتان ذو تريها دا اسكجر إثنان إثنتان ثنتان كلا يكلتا وذكر غيره نوحو شيء أكثر وحكا بدل من ذلك وضابد ذلك أرنتا وحاسوكو بالأك أن كل اسم ما عكس معرب لا إعراب اختل نسقام بعده أي نقص ولا يخل في بحرف من حروفها والهجر سكر من سفينة ورقو فاتح هذا كهلا ولا يخل إن سروح نسقام من فساد من بوديجر بحرف من حروفها أي اختل نسقام فيه دحديث شيء من شروط المثنى مثنى شروط إلى سيدي شرط بلهيدا وكان بسورة مقالك مثنى له فهو ملحق به ولا هليشين فدخل وحاسوك في ذلك أرنك أشياء وأشياء ومنها ملحقاتك مثنى كمين ما أريد به كله لجيدة التكثير بنان مثنى ما أكون وبنان لا حقيقة التثنية التثنية حقيقة ذي ملحق نحو لبيك فيرح لبيك وحيقول له ملحق بالمثنى لبيك كو أجيبي أو كو أجيبي وتكثير كما قلت كو علعين تو لما نيو ما توسنا سمر بالتكثير لبيك كو أجيبي كو أجيبي شيخ عمركم بس يا كو بالتكثير مس التكثير ما 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 كيف يعنى أو كم حاط كويس لكل جواد له كبوة تنتي وإيه
ما أنت وحاجة حقي إنه إذا كان يفتح تكثير بقى الله رأى تكثير. ما أريد به التكثير لا حقي التكثير بقى الله رأى تكثير تكثير. ما شاء تكثير واسكجر. ما هذا إذا؟ وصينا. هيا ده. ما أنت تكثير كصحة. تكثير وبنان على رأى بنان. جدي ولا من وين؟ ها تكثير وأنا يا. ما أريد به وحي له لجد التكثير وي نوعي كلا عصبائي قالك يا هيا نوع سأل له تحقيقي أنا وابن هيا لك ما كسوتي ها ولا ها نوع قالك بريمان كفيرين إن شاء الله التكثير وي لك وعيدي هجرين دي قاركين بس إن كسو بري هرا نقري لك كسائي وكم من أئمة القراءة كوفي بنا وأئمة النحان وأئمة الصرف فنيا بضم بإسكوهي يا مأمون بتجينا مأمون نوحوها مأمون بن هارون الرشيد هارون الرشيد ويل كيسي مركو هارون الرشيد انتي يا أمين يا مأمون بخلافة إسكو قبصلا أمين هو يدي عربة كان هو يدي مأمون كو عرب بناه هو يدي فرص بيه ودي لي مرك مأمون أمين كي بيلد لي مأمون كي بحيلك القبصة مرك ما ضح ذا هراء عربته وحي قال أنا علم ذا عزومان وإنام قريقة إماضه نتجية أما نمان شو عرائي كان سنو إني نجيستان معنا حمد ما كان خبري كله مرك مركه كيساي ونتوجي كيساي هذا وانك قراءات كله قد ما وكم اذا تضوض قراءات قرنيس امام شادي قارنا وحي دهان سوره بها قارنا فاتحه لفته وقفيله هذا قال وحي وليه اخضع في سوره الفاتحه وقصده كلها ضمن مال كاركتر المهم الايام هذه النين قارئه لحن فاحش وقالوا لي خطر كويس على انك استوحي انا قرات على غير يا ودوا كرين ده هوت كوي كلام هذا القرار مركه مدحويني ما هذا اللي تكنا ما ممكن ولا تكنا مركاسي ايها الامام امام الكساء لبيك مركه وحي ماشي سدا ادو اقرس لعلها قراءات ميا ما قرا ما كوي كلام يكون هذا القرار حرم لهم بيقرأ كلينا ما أنت نقول تجلس مركزي يا أمير المؤمنين ليست بقراءة قراءة ما هي وان قفي ولكن لكل جواد له كبو فرس كاستوى معلم بكفاوي ما توا كفاوي لكل جواد له كبو لكل جواد فرس كدري جواد ده جياد بالو جمع القرآن كوادر الصافنات الجياد نعرف وحيدا لكل جواد له كبو ولكل سيف له نبوينة لكل جواد فرس كستو ديري له كبوه مارن بو كفاي تران ترودو داي ولكل سيف سيف كاسترا ساري من افضل نبوه مارن بي سو لاوتو وخبتري لكل جواد له كبوه ولكل سيف نبوه بين نبوه نون با واو تاغابو ها مره اني فاتحه اهد ما نمل بل حقيقي يا انا سوره كراه ولي انا وحان اد اسيمان اني فاتحه اهد ميشو قف همين دويد من نقول نعم نين شيخ يعني نتوج إيشي من عربي يمني كلية الحديث مكبر مركة فاتحة من بوحي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين نبا براجع الرحمن الرحيم من اجيسن ما انا مقلب اياك او اسك سيوتو دوف كان دا صلاه دي ما اس وا اس وانا يانا وحان ما الذي اسا ما كو دا نسيت واهل ما هو الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين ايضا بكبر بركه فقيه وحان صلاة دي كوهر لا بأس واحدة مبالوية واحدة مبالوية هل ما رأيه من عيب
وألحق وحال على جبير هذا به بالمثنى ما يشرح الشرح معه كل واحد آه حمل عليه اللغو حنباري في إعرابي بلالي في الإعراب الرفع عن قد إيوه بلياء إيا النصب القرق إيوه جر ألفاظ كثيرة ألفاظ بأن ذكر المصنف وحوشة منها حقية خمسة وذكر غير وحوشة أكثر وحكبا من ذلك وضابط ذلك أرنتا وحاسوكو بأن كل اسم من اسم كسر معرب من معرب يختل فيه ونسخة من بعضه شيء شيء ومن شروط المثنى مثنى شروط جيسا كمد أو كان هذا بسورة مثنى مقال كيلة فهو ملحق به مثنى لهليشين فدخل وحاقل في ذلك أرنك أشياء منها وحاكا من ما أريد به وحلو لجيه التكثير بضم على رمش لا حقيقة التثنية التثنية حقيقة ما أنه لبيك كأجيب وكأجيب وكأجيب وزعديك هوك كأجيب وكأجيب وحنانيك حنانيك وألفاظ حنوغة تسير نحريس حنانيك ودواليك هكذا دواليك يضا تنكلي قد ما استعمالها هلوم جرن إيه هكذا دواليك وحيكونا وحو الروح صاطر وحي وبدين عربت مركو حينا هلوم جرن ساق وقت وحي باب بضا مثلا مثلا فعل مضارب والروح يكون شرح مركاسه يقوم فعل كمضارع ومرفوع لتجرد من الناس والجازم علامة في ضمة ظاهرة في آخر يجلس بوكان يأكل بوكان يشرب مركاسه وهك هلوم جرن ساق وضوين هلوم جرن وضضاء قصع وهكذا دواليك والله ساق صعود هكذا دواليك كوا المركب محاوي فير ومن المسادير مسادير الملازمة اللي لازمة للنصب كرك سمعت لبيك المضافة اللي إضافة لمفعولها لبيك ونحو حلم إذا القوم قومك حواليك هريرها وحنانيك ومن الظروف ظروف الدالة تسنس على الإحاضة كوبيدية وشمول ونحو قوله تعالى ثم ارجع البصر ارجع لي كرتين وك اي كرتين لو مر لغمود اي كرات علل كثيره بض وك اي كرات علل كثيره بض ومنها وحاكم ما اختلف اللفظ ارجس وحو كلا دوين كلا قمرين لبدي ديح لبدي ديح ميه جرم ميه للشمس والقمر وي قرح قرح يا ديح قمرين من باب تغليم مثنى ما هو ملح والعمرين لبدي عمر والابوين بالله من لبدي اب وابي هو يده اسك والعمرين لابي بكر وعمر او اختلف معناه باس خلاف كقوله القلم وقلم احد اللسانين لبد عرمت كم او عرفت وحيدا الانسان باصغريه روح ابن ادم كو حلو عبر لبدي سير بينه باصغريه وحلو مغرس الانسان باصغريه روحه وحلو عبر لبدي سير ماي أفقع عرب هاي كري هاي عربي لفظي كلام حاجة كويل هاي هاس ماشي انقصان الانسان باصغريه والقلب واللسان روح لبداس معنى كل هيدا عرب هو فصاحتي يعد كرنمدي قلبي هو عقلي يا حسوستي قرشدي مره وحينا الانسان باصغريه من ادم كلبدا يربا لو عبر انه قيمه له اللسان والقلب كفير روح قيميس اللسان عرب كفصاحتي يعد كرنمدي والقلب حسوستي ذاكرتي عقلي وعاصر قلبي هوليس مرقو عينا الإنسان بأصغريه القلب واللسان وكي ننك عربت لها نمان بوهربين وعاية قويك وعاية مرقو عوية نمان وعوين ويحق مقالك وحيوك وحي وحي حيان نمان مرقو عوية جسم البغالي وأحلام العصافير جسم البغالي جلكو ضواء بقلبي وينك يا ود يا قوه واحلام العصافير عقلي وضن واشمبر وعقلي مرقو عي جسم البغالي واحلام العصافير مرق كقوله القلم قلم احد اللسانين
لبدا عرب مد كميده وي اذ اللسان عربك حقيقه وحقيقه في العضو حبنت المعروف اللي يقال مجاز في القلم قلم كان مجاز بكيه ومن اوعى كميده ما لا يستعمل وحلو استعمال الا مثنى موي كو بين ظهرانيه بين ظهرانيهم لحظه ظهرانيهم سام بالو ارك ظهرانيه ظهرهم يلا بين ظهرانيهم اي وسط ومنها محاكمة ما سمي به وحلق مقعابي هل روح با وحلو بحي مثن نحو عبدان ولي رجل نم با وحلو بحي عبدان عربتو جمع مذكر سالم حتى نم با حمدون بادينا حمدون عبدون حمدون وسبعان وي لموضع بص فاما المثنى فيرفع وحلو قذي بالالف وينصب وحلو قري ويجر لغوصري بالياء يادي المفتوح لقري ما قبلها وحقري المكسور الهصري ما بعده وحكدم والحق وحال اهل شيء به مثنيه اثنان وعلى اهل شيء واثنتان وعلى اهل شيء واثنتان مطلقا كلا قاسلا مطلقا نحوس بك اي سواء اضيف له اضافه الى ظاهر ام الى مضمر ام لم يضاف اسكم دو وكلا وكلتا بشرط اضافته ما ان له اضافه شرط كلا كلتا الى ضمير الضمير نحو جاني وحيم كلاهما لبضد وكلتاهما لبضود وحد في رجاء في الماضي مبني على فتح لا محل من الاعراب والنون للوقاية والياء مفعول به مبني على سكون في محل نصب كلا ملحق بالمثنى وهذه مفعول به وهذا كلا جاني وحي كلاهما وكلا اسكندر حد عفوا عفوا واصدرنا جاء في الماضي مبني على فتح لا محل من الاعراب والنون للوقاية والياء مفعول به مبني على سكون في محل نصب كلا فاعل جاء واصدرنا كلا فاعل جاء كلا انت كنت جوكت كلا كاف كي لام الف عمل كلا فاعل جاء مرفوع وعلامة رفعه الالف بعده نيابة عن الضم لانه ملحق بالمثنى كلا فاعل جاء مرفوع وعلامة رفعه الالف نيابة عن الضم لانه ملحق بالمثنى كلا مضاف له مضاف اليه مبني على الضم في محل الجر والميم حرف عماد والالف حرف دال على التثنيه وكلتاهما لم كلتا فاعل جاء مرفوع على من ترى في الالف نيابة عن الضم لانه ملحق بالمثنى كلتا مضاف له مضاف اليه مبني على الضم في محل جر والميم حرف عماد والالف حرف دال على التثنية ورايت وحان اركي كليهما لبضض وكلتيهما لبضض كلاهما واوحي مذكرا لو اشارة لبا مذكرا كلتاهما انا لبا ندقة كلتا الجنتين عظيم لو اضافه ظاهر نواك ومرت وحان سومري بكليهما لبضض وكلتيهما لبضض فإن أضيفها في حال كان وسطك عريق مهم فإن أضيفها هذه لو إضافة كلا كلتا إلى الظاهر ظاهر كان وحي أهاني بالألف ألف بالا إعراب كان وحي أهاني كان إعرابهما كان وحي أهاني بالألف ألف من لا إعراب في الأحوال الثلاثة حالتها صدح وكان إعرابهما إعراب كوض وحواني كالمقصور سيدي اسمه مقصور بحركة حركة لو قدر حركة صو وكان إعرابهما إعراب كوض وحواني كالمقصور كاسم المقصور اسمه مقصور ك وهي بحركة حركة الإعراب حركة سوء مقدرة لو قدر في تلك الألف ألف تنح جاني وحايمد كلا الرجلين لبضان فين هذا جاء فعل الماضي مبني على فتح لا محل من الإعراب ونون للوقاية والياء مفعول به مبني على سكون في محل نصب كلا فاعل جاء به مرفوع علامة درافي وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف بعده ضمة مقدرة على الألف منع من ذوره التعذر لأنه اسم مقصور كلا مصاب لم يدع عيسى يا فتاة يا مرك كلا فاعل جاء مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة على الألف.